خلينا مع حضراتكم نروح نطمن على بعثة الحجاج المصريين. معانا على التليفون أستاذ عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية. مساء الخير على حضرتك، وطبعا كل سنة وحضرتك بخير، ولو تطمننا على البعثة المصرية في الحج السنة دي. مساء الخير أستاذة هدير، وكل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المشاهدين في جميع بقاع العالم بألف خير. بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي، اليوم كان يوم التروية، وصل جميع الحجاج إلى مدينة منى بمكة المكرمة أمس بالليل. ومن ضمن الحاجات الكويسة اللي شهدتها منى إن كان في أمطار غزيرة أمس استمرت لفترات طويلة، وده أدى إلى انخفاض درجات الحرارة. بالفعل يتم تفويج الحجاج، وصل الأغلبية العظمى من الحجاج المصريين البعثات المختلفة، سواء قرعة وزارة الداخلية أو قرعة حجاج وزارة التضامن الجمعيات الأهلية، وأيضا حجاج السياحة وصلوا. بالفعل تم تفويجهم إلى عرفات استعدادا للوقفة الكبرى إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى يوم عرفات. كان من ضمن تعليمات المملكة العربية السعودية للحجيج عدم دخول أي باصات إلى مشعر منى والمشاعر المقدسة إلا بوجود اللاصق الأمني وبطاقة نسك، وده كان فيه التزام كبير جدا من البعثة المصرية. أحب أيضا بطمن حضراتكم أستاذة هدير إن الحجاج المصريين كلهم بصحة جيدة ويتمتعوا بصحة جيدة، التزام على أعلى مستوى. شاهدنا هذا العام في عرفات ما هو جديد باستمرار تفاجئنا به المملكة العربية السعودية، ألا وهو وجود بالمشاعر المقدسة التاكسي الطائر، لأول مرة في العالم يقلع التاكسي الطائر من في المشاعر المقدسة، وهو عبارة عن طائرة عمودية تعمل بالكهرباء وليس بها أي موتور يعمل بالمواد البترولية. أيضا تم طلاء مدينة منطقة عرفات بمادة بلاستيكية لونها أبيض بتقل تماما من درجات الحرارة في منطقة عرفات. تم تزويد مشعر عرفات بزيادة كبيرة من الرشاشات الموجودة لرش الرذاذ السائع على الحجاج من جميع دول العالم. أيضا تم توزيع وجبات ساخنة على ضيوف الرحمن من جميع الجنسيات المتواجدين بمشعر منى وبعرفات. سيتم بمشيئة الله غدا نزول العرفات الحجيج من جميع الجنسيات، من ضمنها الحجيج المصريين من عرفات إلى المزدلفة، وذلك إن شاء الله بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء غدا إن شاء الله. يعني بإذن الله حج مبرور لكل الحجاج المصريين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل حجاج العالم طبعا. وده العادي من السلطات السعودية أن كل سنة بنشوف مزيد من الجهود الحقيقة لخدمة ضيوف الرحمن. شكرا جزيلا أستاذ عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، شكرا جزيلا على وجودك حضرتك معنا.